الطريقه تنجح في المعادله الديكاسيه ديال المستوى كيعطيك واحد المستوى معرض متجهه منظميه او لا عموديه عليه ومرم واحد النقطه احداثيه ديالها معلومه. بالنسبه لهذه الطريقه الثالثه كيحيد عليك هذاك الحساب ديال الجداء المتجه ديال المتجهتين. يعني مباشره ناخذ مثال باش تفهموا علاش كنهضر، ناخذ واحد المستوى بي مستوى مار من النقطة أ، ناخذ الإحداثية ديالها مثلا واحد واحد أربعة و إن ذات الإحداثيات جوج ناقص واحد ثلاثة منظمية أو لا عمودية عليه. هنا مباشرة كناخذ المعادلة الديكارسية ديال المستوى بي هي جوج إكس ناقص إكغيك زائد ثلاثة زد زائد د كتساوي صفر. يعني ديريكت هاد المعاملات ديال اكس ايغريك والزد كناخذهم من المتجهه المنظميه مباشره. يعني ما كاينلاش هنايا باش نحسب الجداء المتجهه اللي كيعطيني واحد واحد المتجهه العموديه على المستوى، هنا كيكون عاطيك مباشره المتجهه العموديه او المنظميه على المستوى. يعني من بعد هنا كيبقى لك غير تحدد هاد المجهول هذا د، وهنايا كنحددوا هاد المجهول د باستخدام واحد النقطه اللي كتنتمي للمستوى بي. هنا في هذه الحاله عندنا النقطه ا كتنتمي للمستوى بي، يعني ان الاحداثيه ديال النقطه ا كتحقق هي المعادله الديكارسيه ديال المستوى بي. يعني جوج اكس ا ناقص ايغريك ا زائد 3 زد ا زائد د كتساوي صفر. ونعوض كل حاجه بالقيمه ديالها تعطيني جوج مضروبه واحد ناقص واحد زائد 3 4 زائد د كتساوي صفر. يعني ان جوج ناقص واحد زائد 12 زائد د كتساوي صفر. جوج ناقص واحد هي واحد زائد 12 هي 13، ندال طرفتينس ولي عندي د كتساوي ناقص 13. يعني ان المعادلة الديكارسية ديال هاد المستوى هذا هي جوج اكس ناقص اي زائد 3 زد زائد د، او لا عفوا ناقص 13 اللي هي القيمة ديال د كتساوي صفر. وهذه هي المعادلة الديكارسية ديال هاد المستوى بي في هاد الحالة.